وأيضاً ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلاً بك أستاذ جميل، ونتحدث أولاً عن الأهداف الأمريكية التي تسعى إلى تحقيقها من هذه القمة. في البداية مساء الخير على حضرتك يا أستاذ شادي، ومساء الخير على السادة المشاهدين. طبعاً هذه القمة قمة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها العديد من الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية وجدت أن القارة الأفريقية بدأت تتجه إلى العلاقات القوية مع الصين وروسيا، هي تسعى في الوقت الحالي أن يكون لها مكان في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية تتميز بالعديد من الثروات المتواجدة فيها، هناك استثمارات عديدة أو كبيرة جدا قادرة في القارة الأفريقية، تسعى أن يكون لها دور، وذلك من خلال المبادرات التي قدمتها أو ستقدمها في هذه القمة اللي هي 55 مليار دولار لمدة 3 سنوات، وأيضا دعم أن يكون هناك مكان في مجلس الأمن للقارة الأفريقية، وأيضا عضوية قمة الـ20. كل ذلك بالطبع تسعى الولايات المتحدة من خلاله أن تصل إلى القارة الأفريقية، وأن تقيم علاقات متوازنة قوية مع القارة الأفريقية. لكن هنا دعنا نتحدث عن المصالح التي ترغب فيها القارة الأفريقية والاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي. الاتحاد الأفريقي منفتح، أو القارة الأفريقية منفتحة على الصين في الوقت الحالي، منفتحة على روسيا بشكل كبير من خلال الاستثمارات المقدمة من هاتان الدولتان. إذن المصلحة الأفريقية في الوقت الحالي أنها تفتح علاقات مع الدول الكبرى الفاعلة في النظام العالمي من أجل أن تحصل على مكتسبات كبيرة تحقق لها التنمية، تحقق لها الاستقرار، أيضا تحقق لها المزيد من الاستثمارات، ويعود مما يعود بالنفع على اقتصاديات الدول الأفريقية. يعني كيف يمكن استغلال هذا التقارب الأفريقي الأمريكي في دعم قضايا القارة يا أستاذ جميل؟ هو بالطبع هناك قضايا عديدة في القارة الأفريقية يجب أن يكون أو أن تستثمرها الدول الأفريقية في الوقت الحالي. هناك قضايا المناخ، قضايا المناخ دي مهمة جدا في الوقت الحالي، والتغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على القارة الأفريقية من خلال عمليات التصحر، نقص المياه، نقص الغذاء، هي بالطبع أشياء وجودية وليست أشياء سنوية، لا هي أشياء وجودية، اللي هو أزمة المياه وأزمة الغذاء، أيضا التصحر في القارة الأفريقية. إذن أن يكون العمل على دعم الدول الأفريقية في مجال المناخ ده شيء مهم جدا، دعم الدول الأفريقية في مجال الاستثمارات الكبرى أو التنمية داخل القارة. هناك بعض الدول تعاني في القارة الأفريقية من قلة التنمية بها، من قلة الاستثمارات فيها لإقامة المشروعات الكبرى من خلال التكنولوجيا الحديثة، نقل التكنولوجيا وتوطينها في دول القارة الأفريقية مع الجانب الأمريكي. أعتقد ده شيء مهم جدا في الوقت الحالي. الاهتمام بالتنمية والتعليم والصحة كما هي في هذه القمة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم عمليات التعليم، ستدعم الصحة بشكل كبير. احنا عارفين القارة الأفريقية للأسف الشديد بعض الدول تعاني من العديد من الأمراض، نقص الأمصار، نقص الأدوية، فمن الممكن الاستفادة من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال وإنشاء مصانع للأدوية والأمصار لمواجهة الأمراض المزمنة. بالطبع هناك العديد من المكاسب للقارة الأفريقية، هناك مصلحة قومية للدول الأفريقية بشكل كبير جدا يجب أن يتم استثمارها، ويجب أن يتم العمل عليها في الوقت الحالي. بالطبع الصين وروسيا تقدم الكثير من المشروعات داخل الدول الأفريقية، يجب أيضا أن نستثمر هذه العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى هي الأخرى أن تتقارب مع الدول الأفريقية في الوقت الحالي، وأن يكون نفوذها داخل الدول الأفريقية بشكل كبير. لكن أنا أرى في النهاية أن مصلحة الدول الأفريقية
أن تنفتح على القوة الفاعلة في النظام العالمي بشكل كبير من أجل تحقيق مصالحها. طيب يعني مصر طبعا وأهمية مشاركة مصر في هذه القمة يا أستاذ جميل، نعرف تماما طبعا أن مصر بتتمتع بعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة، كما أنها بوابة لإفريقيا ومتحدثة باسمها في المحافل الدولية، ومن هنا تأتي هذه المشاركة الهامة من الرئيس السيسي في فعاليات هذه القمة. هو بالطبع منذ أن ترأست مصر الاتحاد الأفريقي وحتى وقتنا هذا أصبحت مصر هي المتحدث الرسمي باسم القارة الأفريقية، هي الناقل الحقيقي لمعاناة القارة الأفريقية، وهي الناقل الحقيقي أمام العالم كله للأزمات التي تحيط بالقارة الأفريقية. وإحنا شايفين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي وحتى وقتنا هذا هو في كل المحافل الدولية وفي كل المؤتمرات ولقاءاته بالقادة وزعماء العالم ككل يتحدث دوما عن القارة الأفريقية واحتياجات القارة الأفريقية والأزمات التي تعاني منها، وكان آخرها في قمة المناخ في شرم الشيخ عندما تحدث الرئيس عن الأزمات التي تواجهها القارة الأفريقية جراء عمليات التغير المناخي وتأثيرها بشكل كبير على القارة الأفريقية. إذن مصر هي القوة الفاعلة في القارة الأفريقية، مصر تتحدث دائما باسم أفريقيا، مصر طبعا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلاقاته القوية ب القيادة الأمريكية وبالإدارة الأمريكية سيكون لها ثقل كبير في هذه القمة من أجل تحقيق المصالح الأفريقية والمتطلبات التي تتطلبها القارة الأفريقية بشكل كبير وتحقيق المصالح الأفريقية. طيب يعني عندما تقدم الولايات المتحدة يعني يمكن مساعدات ب 55 مليار دولار للدول الإفريقية وتدعم الاتحاد الإفريقي للدخول في مجموعة العشرين، هل تعتقد أنه بهذا من الممكن بالفعل للولايات المتحدة أن تزاحم دول كالصين وروسيا سبقتها بكثير في الاستثمار في القارة الإفريقية؟ يعني الصين على سبيل المثال فوق 200 مليار دولار استثمارات في إفريقيا. هو بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية بتسعى إلى أن يكون نفوذها قوي داخل القارة الأفريقية، ولكن هناك زي ما حضرتك بتقول أن الصين دخلت منذ فترة وصلت تزيد عن 200 مليار دولار، ولا زالت الصين تسعى في الوقت الحالي إلى أن تزيد استثماراتها بشكل كبير حتى من خلال القمة العربية الأفريقية التي القمة العربية الصينية التي أقيمت في الرياض مؤخرا. إذن الهدف الصين بدأت في منذ فترة للاستثمار داخل القارة الأفريقية ومستمرة في الاستثمار داخل القارة الأفريقية، إذن طيب. وخاصة في المشروعات القومية الكبرى، لكن طيب. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى في مجالات أخرى اللي هي التعليم والصحة وخدمة. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام.